يعني كان لازم تضرب عليه نار وتفضل وراه لحد ما احترف على شاكر؟ انا مش قلت لك ان شاكر ده معانا يا فندم؟ اقسم لسيادتك اني ما كنتش اعرف ان الراجل ده تبع شاكر. انا كنت فاكر وليد الزهر هو اللي عايز يقتلها. طيب بعد اذن سيادتك عشان الباشا نزل. هو بيت هنا في الاوتيل من امبارح. لا ما انا معاه زي دول، ما تقلقش. مع السلامه. ده واحد معرفه كان بيبلغني باعترافات شاكر كلها. ما انا قلت لسعادتك هكشفهولك، يعني هكشفهولك. سعادتك ما كنتش عايز تصدقني. ما هي حاجه ما تصدقش فعلا يا مصحت. طيب حضرتك رايح على المجموعه ولا على الشروق؟ لا طالع على مكتبي في الاول. طيب انا هتكل على الله اروح على مكتبي في مدينه نصر. لا 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 يا مصحت، انت من النهارده هترجع مكتبك في المجموعه تاني. ايوه يا فندم، بس اللي بقول لك عليه يتنفذ يا مصحت. تحت امر سعادتك. كنت فين يا حسام من امبارح؟ سمر انا مش عايز اتكلم معاكي في اي حاجه خالص، وكفايه اللي انت عملتيه. عملت ايه؟ اجرمت ان خليت ماما وعفاف يجوا معايا؟ قلت لهم ليه؟ ما هم لازم يعرفوا. ومين قال لك ان انا ما كنتش هقول لهم؟ ياه، ولما انت قد المواجهه دي سبتهم ليه ورحت تبات مع الصيعه؟ سمر احترمي نفسك، اللي انت بتتكلمي عليها دي هتبقى مراتي. مراتك؟ مراتك ازاي؟ وليه؟ انت عارف مين دي؟ عارف مين اهلها؟ عارف كل حاجه. يبقى اكيد مش فوعيك. الزبي ادبك معايا يا سمر. طب ليه؟ قولي فيها ايه عشان تخليك تعمل كده؟ انا مش مطالب ابدا ان ارد على اسئلتك. لا لازم ترد، لازم ترد علشان انا انقل وجهه نظرك دي لاولادك لما يسالوني، لما يقولوني ليه بابا ساب ماما يا عمته. انت ما بتفكرش في ولادك؟ ذنبها ايه الغلبانه اللي صابره وساكته وعمرها ما اشتكت؟ عملت فيك ايه علشان ده يبقى مصيرها؟ مفيش حاجه هتتغير، كل حاجه هتمشي زي ما هي. هيهون عليك تكسر قلبها ولا على ايه؟ ما انت عمرك ما فكرت فيها. حرام عليك يا اخي، حرام.